примером того, как нужно организовывать такие масштабные спортивные. Я рад возможности проинформировать вас о наших контактах с вашими соседями, с лидерами других стран. طبعا بالنسبة لموضوع علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعرفون أننا الآن أوقفنا هذه العلاقات بسبب ما أطلقوا عليه اسم صفقة العصر، والتي بدأوها بنقل سفارتهم إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. طبعا علاقاتنا الحميمية سيادة الرئيس التي تربط روسيا أيضا منكم ما يجري من علاقة من اتصالات، ونسمع أيضا منكم ما يجري من علاقة من اتصالات.